ولمناقشة صراع النفوذ بين أمريكا وإيران وتجلي ذلك على الانتخابات في العراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدائي. مرحبا بك معنا سيد لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله. تصريح السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر بأن بلاده ستفرض عقوبات على ميليشيات موالية لإيران في العراق، كيف يمكن قراءة هذا الإجراء وتوقيته والذي يتزامن بطبيعة الحال مع نتائج الانتخابات التي لم ترضي أطرافا معينة في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التصريحات التي صدرت عن السفير الأمريكي في بغداد لا تعدو كونها مجرد تهديدات وتلميحات، يعني نحن بحاجة إلى إجراءات عملية. يعني هذه التهديدات سمعنا قبلها تهديدات وفرضوا عقوبات على أشخاص وأفراد من قيادات لبعض الفصائل الميليشيات، لكن هذه لو افترضنا جدلا أنها ستحدث، وأنا أستبعد أن تحدث أن تقوم بهذا الإجراء واشنطن، لو افترضنا أنها قامت بمعاقبة الميليشيات، ما هي نوع العقوبة التي ستفرضها عليها؟ يعني مجرد أنه أيضا مسألة حرمانهم من السفر إلى أمريكا، أو عقوبات اقتصادية تتعلق بحسابات بنكية، لن تقدم واشنطن على إجراء أكبر من هذا النوع من العقوبات. لماذا؟ لأن بالحقيقة واشنطن تعتبر الميليشيات احتياطي جاهز في حال أنه تنظيم الدولة على سبيل المثال مد نفوذها واستعاد قوته، فالميليشيات تقوم بالدور تغنيها، تغني القوات الأمريكية عن التواجد الميداني من أجل محاربة داعش أو أي 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 عدو لأمريكا تعتبره عدوا إرهابيا. وقد فعلت ذلك سبقا، قامت بهذا الدور الميليشيات أيام الحرب على داعش منذ 2016 وإلى امتدادا إلى نهاية 2017. فأمريكا لا يمكن أن تقوم بإجراء فاعل يؤدي إلى ضرب الميليشيات أو القضاء عليها، يعني لأنها تستفيد منها، تحسب حسابا أن يأتي يوم من الأيام تستفيد منها. نعم. طيب في موضوع آخر، ماذا عن تداعيات ذلك إذا ما دخلت تلك الميليشيات في تشكيل الحكومة المنتظرة، فيما لو حدث توافق بطبيعة الحال بينها وبين الكتلة الأكبر التي لم تعلن بعد؟ أنا أعتقد من الغباء أن تتحالف الكتلة الأكبر، هناك كتلة كبيرة وهناك كتلة أخرى يعني حلت بالمرتبة الثانية، وهناك الكتلة الكردية أيضا كبيرة، فهذا يغني التيار الصدري عن التحالف مع كتل صغيرة مهزومة مثل الفتح أو الكتل التي تمثل الميليشيات أو تمثل الحشد، لأنه إذا أخطأ التيار الصدري وتحالف مع قوة من هذا القبيل سيخسر كثيرا من مؤيديه، لأنه هذا هو يعني كان يدعو إلى تحجيم دور الحشد أو الميليشيات، فإذا به يتحالف مع هذه الميليشيات فهو سيقع في تناقض بائن. يعني ولو أنه مسألة التناقضات والازدواجية اعتدنا عليها في التيار الصدري، لكن اللعبة السياسية تستوجب أن يكون أكثر ذكاء، وهذه القوة لن تشكل وزنا، يعني لا يحتاج إلى 16 مقعد من الفتح أو مقعدين من الحكيم أو 5 مقاعد من الفياض حتى يستكمل النصاب القانوني لتشكيل الوزارة، يستطيع أن يتحالف مع قوى ذات وزن أكثر. نعم. في المقابل وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن الميليشيات ما زالت تصاعد من تهديداتها رفضا لنتائج الانتخابات، ما المكاسب التي يمكن تحقيقها من هذا التصعيد برأيكم؟ هذا التصعيد بالحقيقة الهدف منه إثبات وجود، لأن الميليشيات تشعر بانزعاج إيران، إيران منزعجة جدا من النتيجة من الخسائر الكبيرة التي منيت بها جماعاتها وكلاؤها، يعني هذا الانحدار الكبير رغم الدعم الكبير والمفتوح الذي قدمته إيران لهذه القوى، ورغم
أنها كانت تستحوذ على أكثر الحقائب الوزارية في الحكومة السابقة، يعني منذ 2018 كانت هذه القوى تحتل أكثر المناصب الحكومية ومرافق الدولة وكل مفاصل المؤسسة العسكرية كلها بيد هذه الحكومة والموارد. ومع ذلك بالمناسبة سيد لبيد، هل تتوقع أن تستطيع هذه الميليشيات أن تخرج رئيس الوزراء من تحت عباءتها مرة جديدة؟ الميليشيات لا يمكن استبعد ذلك جدا، لأنه وليس من مصلحة هذه الميليشيات أن يكون رئيس الوزراء ينتمي إلى كتلة معينة، ناهيك عن أنها ليست بالوزن الذي يؤهلها لإنتاج رئيس وزراء. أنا أعتقد أن هذه الكتل ستحاول الإبقاء على الكاظمي. لماذا؟ لأن الكاظمي لا يمكن أن يجدوا أضعف منه، الكاظمي لا ينتمي إلى كتلة معينة، ثم أن الكاظمي أثبت بطاحيته إذا الحشد، فهو رغم أنه قائد العام للقوات المسلحة والحشد يعتبر أحد مؤسسات القوات المسلحة، لكن لا يمتلك أي نفوذ ولا يمتلك أي قرار على الحشد، فهم لا، وبما كذلك الكاظمي لا يستطيع أن يقدم على حل أي فصيل من فصائل الميليشيات، فلا يمكن أن يجدوا أضعف من هذا الشخص أو أحسن أنسب من هذا الشخص رئيسا للوزراء للفترة المقبلة. لو افترضنا أن تيارا قويا أو كتلة قوية، تحالفا قويا بعد الانتخابات شكل انبثق منه رئيس وزراء، فمن المتوقع أن يكون أكثر طلابة من الكاظمي وأكثر حسما لهذه المسائل، لكن الكاظمي حاليا. أشكرك جزيلا عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميتعي.